دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث والموضوعات اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لاهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجوله الرابعه من تصفيات قاره افريقيا المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه، ايضا مباراه الجوله الثانيه من تصفيات قاره اوروبا المؤهله لنهائيات اليورو. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمعهد إعداد القادة هينظم ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار معاً نلتقي، يستهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة اللي بتهدد المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري. النهاردة هتنطلق فعاليات ليالي رمضان الثقافية بدار الأوبرا المصرية، وبتتضمن مجموعة من الحفلات الفنية والثقافية لباقي من نجوم الغناء في الأوبرا ونجوم الغناء في مصر والوطن العربي، على رأسهم الفنان مدحت صالح والفنان علي الحجار. النهاردة والعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 11 مباراة قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، من أهمها مباراة منتخب مصر مع منتخب ملاوي الساعة 3 العصر، ومباراة منتخب موزمبيق مع منتخب السنغال الساعة 6 بالليل، ومباراة منتخب تونس مع منتخب ليبيا الساعة 10 بالليل. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، من أهمها مباراة منتخب تركيا مع منتخب كرواتيا الساعة 9 إلا ربع، ومباراة منتخب إسبانيا مع اسكتلندا في نفس الموعد.